مع الخطوط التونسية، ثم استقبال ممتاز جدا مع الاخوان تاع قسنطينة، نادي قسنطينة. احنا عندنا قصة كبيرة معنا اخواننا، حتى قبل الاستقلال كنا نلعب الكوب الفرنتينور مع الفرق الجزائرية، وكان ديما معنا تنافس ودربي، ولكن ديما الروح الرياضية وكل ما يرقاني. تشوف المقابلة؟ المقابلة في ظروف صعيبة، بداية موسم مبكرة، التحضيرات كانت عندنا مشاكل نتاع منع نتاع انتداب، ولكن النجم الساحلي هو النجم الساحلي معناها في افريقيا في تجربته. الدربي هاني قلت لك معناها مع الفرق الجزائرية عندنا قصة قديمة معناها نتاع الدربيات، وكان ديما الدربيات مشوقة. بالطبع احنا نتمنى باش النجم يتعدى المرحلة هذه، مش تكون مأمورية صعيبة. عندنا أخبار على نادي قسنطينة اللي عملناه القام بدوري مثالي. هكا ان شاء الله كما قلت لك الكل ما يرقاني. أول حاجة باش تعرفوا سيف غزال مساعد مدرب النجم الساحلي. الحمد لله ظروف ممتازة، وصلنا في ظروف عادية. نشكر المسؤولين هنا وحتى قسنطينة اللي وحتى المسؤولين في المطار، معناها التسهيلات كانت موجودة. إن شاء الله بالمثل مش يكون في سوسة. مقابلة دربي، عبارة دربي، مش أول مرة نتقابل فريق النجم الساحلي مع قسنطينة. مقابلة صعيبة على الفريقين، نعرفوا الزوز فرق معناها بريسك عندهم نفس المشاكل، المنع من الانتداب. باش تكون مقابلة مهمة في تاريخنا احنا كنجم النادي الساحلي، الدور الأول، يعني مقابلة تلعب على شوطين. الشوط الأول باش نلعبوا في لهنا، اللي باش تكون مقابلة يعني صعيبة على الفريقين. احنا مانيش جايين باش ندافعوا، جايين باش نلعبوا على حظوظنا. ما ننساوش اللي عندنا مقابلة عودة، مقابلة مهمة قدام جمهورنا. نعرفوا عندنا فكر على 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 قسنطينة وعلى الجمهور نتاعو وكل الفرفور اللي عملها في الملعب. يلزمنا نعرف كيفاش نتعاملوا مع المقابلة، ونقراوا حساب اللي فما مقابلة عودة، وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. توصلنا ان شاء الله مربوحة، ونعرفوا ديما البارتي البرا صعيبة، ما ان شاء الله ليطوال ما يصعب عليها شيء. كيف تشوفوا في المباراة في ظل الظروف اللي راكم فيها انتوما، الانتدابات؟ والله بطل تونس مازال نفس الافكتيف، معناها ما تبدلش، علاش باش نشوفوا ظروف صعيبه؟ انتدابات جدد هذوكم بالعكس يزيدوا نقويوا بهم الافكتيف، اما الافكتيف تاعنا هايل تبارك الله، بطل تونس. بورتون يتعدى ماتش مزيان وباهي وكل شيء، ونشوفوا كوره مزيانه، واللي يربح صح عليه. اوكي تجيو لسوسة كلام اخر. ان شاء الله الرحله كانت صعيبه شويه، سورتو في طقس كيما هكا، هو بريسك نفس طقس تونس، مال هنا فما يوميديتي. مي ان شاء الله جايين نحن عاقدين العزم باش نربحوا، باش نربحوا 2-3 بلاش، مي نبقاو خاوه خاوه، وتونس والجزائر ديما واحد.